عندما يأتي الطفل الصغير، وكلنا في هذه الناحية أطفال، تجد في الطفل الصغير عنده ضعف في المواظبة على المطالعة للدرس، مذاكرة، والاختبارات تقرب اقتربت، تجد الأب يقول للابن لو ذاكرت ونجحت وأتيت بمجموع أنا أشتري لك دراجة، أشتري لك اللعبة الفلانية. ما الذي يحصل عند الطفل؟ يدافع الملل الذي في نفسه من أجل أن يطالع لينجح وينال. ذا الطفل في الجامعة، شاب في الجامعة، قال له والده لو أتيت ب95%، لو جئت مجموع فوق 90 أشتري لك سيارة جديدة، أشتري لك سيارة جديدة. ما الذي يحصل؟ كلما بدأ يكسل يتذكر السيارة المقبلة عليه، يستيقظ وتستيقظ فيه الهمة، لأن نفس البشر هكذا يحركها معنى الطمع. وهل هناك شيء يستحق أن يطمع فيه أعظم من أن تطمع نفسك فيما عند الله عز وجل؟ عندما تقرأ ما أعده الله من النعيم لأهل الإقبال عليه، عندما تقرأ ما أكرم الله به أهل الجنة من قصور وأنهار وملك ونعيم مقيم ورضوان من الله أكبر، ألا تشتاق إلى مثل هذا العطاء؟ عندما تعلم أن أفقر أهل الجنة، أن أفقر من في الجنة يملك مثل الدنيا 10 مرات، ألا يحرك هذا في قلبك معنى؟ إذا أنت بحاجة إلى الترغيب. الباعث متى يأتي؟ الكلام هنا كله عن الباعث، إما في التخويف أو في الترغيب، يعني خوف أو طمع. ما هي النقطة الثالثة التي ذكرناها؟ حب. عندما تتفكر وتقرأ في كتاب الله عز وجل ورضوان من الله أكبر، عندما تقرأ قوله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وتتأمل كيف أنه في لحظة مخاطبته للمسرفين على أنفسهم لم يتبرأ منهم، نسبهم إليه، قال يا عبادي، ما هذا الكرم؟ كيف يعاملنا هذا الرب؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، انتبهوا سيأتيكم العذاب، لا تقنطوا من رحمة الله، عندكم إن الله يغفر الذنوب جميعا. عندما تمر على حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يخبرك فيه أن ربك جل جلاله ينادي في كل ليلة من آخر الليل، هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من ذي حاجة؟ عندما تعلم أن الله يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، عندما تتفكر فقط في أحوالك مع الله، كم مرة أذنبت لو فضحني أمام الناس لن يسلم علي أحد، كم مرة سترني، كم مرة أنقذني في هذه المواقف، هذه معاني تبعث في قلبك، تحرك في قلبك معنى الشوق إلى هذا الرب الكريم الذي يعامل بهذا الإحسان. عندما تقرأ أنه في الكتب القديمة جاء أن البحر يستأذن الله عز وجل في كل يوم، صبيحة كل يوم، أن يغرق الناس العصاة، والسماء تستأذن الحق عز وجل أن تطبق عليهم، والأرض تستأذن الله عز وجل أن تنشق فتبتلعهم، فيقول الله عز وجل للسماء وللأرض وللبحار وللمحيطات إنكم لم تخلقوهم ولو خلقتموهم لما قلتم هذا. تعرف نظرة الأم إلى الإبن عندما يخطئ أو يسيء، ويأتي الناس يعاتبونها، ابنك عمل كذا، لماذا لا تعملي معه كذا، ابنك قد تغضب عليه، قد تتضايق، لكن لو رأت العالم كله قد أصبح يذم ابنها يتحرك معنى الحب في قلبها، تقول دعوني وابني، أنا أتصرف مع ابني، ولله المثل الأعلى. لما جاء أحد الصحابة رضي الله عنهم ونظر مع بقية الصحابة في المعسكر، نظروا إلى امرأة فقدت طفلها في المعسكر، وأخذت تبحث عنه، أم فقدت الطفل، ورأوا الطفل وهو يقبل. بعد مدة أيام الأم تبحث عن الطفل والطفل يبحث عن الأم، فجاء الطفل الصغير يكاد يتعثر في مشيته، لما نظر إلى أمه ركض إليها، ولما نظرت الأم إليه ركضت إليه، فلما التقيا وتعانقا والأم تبكي والطفل يبكي لم يبقى أحد من ساداتنا الصحابة إلا وبكى. فلما بكى الصحابة رضي الله تعالى عنهم نظر النبي إليهم وقال ما الذي أبكاكم؟ قالوا حنانة هذه الأم على ولدها. قال أترونها ملقية ولدها في النار؟ قال لا يا رسول الله. قال الله أرحم بكم من هذه بولدها. عندما نستشعر هذه البداءة
هذا الاستباق من الله بهذه المعاملة الراقية، ألا نحب هذا الرب؟ ألا نشتاق إليه؟ فمعنى الشوق إلى الله يبعث الواحد منا على أن يتساءل، أين أنا من صلتي بهذا الرب؟ كانوا يسألون عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، أحد الذين ازدان بهم هذا الجامع الأموي الكبير في دمشق، الخليفة الراشد، سألوه كيف وصلت إلى ما وصلت إليه؟ قال كانت لي نفس ذواقة تواقة، نفسي تتذوق شيء، ما يمر الشيء هكذا عليه، وتواقة إذا ذاقت شيء اشتاقت للشيء الأعلى. قال فتاقت إلى الدنيا، إلى المال، إلى الطعام، إلى الشراب، إلى اللباس، فحصلت على ذلك، ثم تاقت إلى الولاية، إلى الإمارة، فنلت إمارة المدينة وتمتعت بذلك، ثم تاقت إلى ما هو أعلى. ما هو أعلى؟ نكون خليفة حاكم البلاد بكلها، فنالت الخلافة، فلما ذاقت الخلافة تاقت إلى ما هو أكبر. هل يوجد شيء أكبر من حكم الأرض؟ حكم أكبر دولة في العالم؟ قال فلم أجد شيء من أمور الدنيا أعلى مما وصلت إليه، فاشتقت إلى ما هو أعلى، فلم أجد إلا الآخرة هي الأعلى، قرب الله عز وجل. الباعث الذي سيبعثنا على السير إلى الله سيتحصل بأحد هذه الثلاثة الأشياء، إما الخوف أو الشوق أو الطمع. خفت من غضبه وعذابه، التجأت، جاءت عندك الهمة للصلاة، قرأت عقوبة تارك الصلاة، جاءتك الهمة في الإقبال. طمعت فيما سيعطيك من عطاء، جاءتك الهمة بالإقبال. اشتقت إليه، أحببته، جاءتك الهمة بالإقبال. أو مجالسة الصالحين. ما معنى مجالسة الصالحين؟ الصالحين ما عندهم زرار يدوسون عليه زر يكبسونه وتنتهي المسألة، لا، مجالسة الصالحين والنظر إليهم وصحبتهم تحرك في القلب الرغبة فيما أعطاهم الله من الخير. كان بعض السلف يقول إني إذا نظرت إلى محمد بن واسع تجددت عندي الهمة في الطاعة شهرا كاملا. قال لماذا؟ كان نظر إلى إنسان تحقق بثمار الطاعة. عندما ترى إنسان دخل في مسابقة معينة وفاز ونال مبلغ أمامك، قل سبحان الله لو دخلت المسابقة، حصل هنا تأثر لأنك رأيت آثار هذا الأمر. مجالسة الصالحين، لأن الصالحين جالسوا صالحين قبلهم، والصالحين جالسوا صالحين، وتسلسلت هذه المجالسة إلى أصلح الصالحين. وهذا علم اختص الله به أمتنا، مسألة التسلسل في النظر والمجالسة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يوشك أن يبطئ الفتح عليكم فيسأل أفي الجيش من رأى رسول الله فيستفتح بهم فيفتح الله تعالى لهم. الحديث صحيح. قال ثم يأتي زمان يقال أفي الجيش من رأى رسول الله فيقال لا، فيقال أفي الجيش من رأى رسول الله فيقال نعم، فيستفتح فيفتح لهم. هذا المعنى أن المجالسة لأهل الصلاح يحصل بسببها سريان نور الصلاح من قلوب الصالحين إلى قلوبنا. تتذكر مرة من المرات أنك حضرت مجلس ذكر مع أحد الصالحين، أو خرجت مع صحبة صالحة رأيتهم يعبدون الله بطريقة راقية، شعرت في قلبك أنك حدثت نفسك لماذا أنا لا أطيع مثل هؤلاء. هنا يحصل الباعث، حصل الباعث، توجهت إلى الله. نحن سنخرج من هذا المجلس نفكر كيف يحصل الباعث، سنقرأ في سير الصالحين، سنجالس الصالحين، سنقرأ في كتاب الله، سنستمع إلى المواعظ، إلى الخطب التي تحرك في قلوبنا الهمة. حصل الباعث، ما الذي يترتب على حصول الباعث؟ طيب خلاص حصل الباعث. قال نعم، إذا حصل الباعث أمامك ثلاث مهمات مع الباعث. المهمة الأولى الحفاظ على هذا الباعث. جاءتك هدية من الله، انظر بنظرة تعظيم لهذه المنة. قلنا قبل قليل البعض يصل إلى 80 وما تحرك في قلبه الباعث. أنت في 20، أنت في 30، في 40، في 50، في 60، دون 20 الآن بعث في قلبك همة الإقبال على الله، حافظ عليه وقوه حتى لا يذهب. كيف أحافظ عليه؟ قالوا المحافظة عليه بالإعراض عن مجالسة السيئين، مجالس السوء. مجموعة خرجت تتمشى معهم رأيت فسحتهم فيها سوء، تجنبها، انصحهم، قبل وتركها، ابحث عن أناس يتمتعون بما يرضي الله لا بما يغضب الله. صحبة السوء تؤثر، وبالإعراض عن وسوسة الشياطين. الوسوسة ستأتي لكنك تحتاج كل ما جاءك الوسواس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الإعراض عنها. هذا يحفظ على قلبك الباعث. اختار من تجالس بعد أن بعث في قلبك الإقبال على الله لتحافظ على الباعث. أعرض عن وسوسة الشياطين يحفظ لك الباعث. طيب موجود الباعث لكن ضعيف يحتاج إلى تقوية، هذا الأمر الثاني. نعم، الباعث يقوى بثلاثة أشياء. الشيء الأول الذكر، يكون لك نصيب من الذكر، وسيأتي إن شاء الله في المجالس المقبلة حديث عن أدب الذكر، عن كيف نذكر الله، وسنذكر الله معا إن شاء الله عز وجل في مجالسنا حتى نذوق لذة الذكر مع بعضنا البعض.
الذكر لله، الحفاظ على الذكر يقوي هذا الباعث في القلب، الذكر لله عز وجل والفكر فيما عند الله. تمر عليك أوقات فكر فيها، أنا بعد الموت ماذا سينتظرني عند الله عز وجل؟ كيف سأقبل على الله؟ الفكر فيما عند الله. ونكرر مرة أخرى المجالسة للصالحين، نعم مجالس الذكر ومجالسة الصالحين، حتى التقوية، نعم حتى تقوية الباعث تحصل بمجالسة الصالحين. بقيت مسألة واحدة وهي الاستجابة للباعث. نحن تكلمنا عن الحفاظ على الباعث، تكلمنا عن يقوى الباعث، يقوى الباعث بالذكر والفكر ومجالسة الصالحين. كيف أستجيب إلى الباعث؟ حصل الباعث، حصل في قلبي رغبة في السير إلى الله. قالوا الاستجابة للباعث بالمبادرة إلى طلب الأعمال الصالحة. حصل في قلبك الليلة همة أنك ستقبل على الله، قل اليوم لن يفوتني الفجر، من هذه الليلة لم تفوتني صلاة الفجر، سأنام عن صلاة وتر. استجيب مباشرة. لماذا مباشرة الاستجابة؟ قالوا لأن الشيطان يخاف إذا وجد الباعث حصل في قلب المؤمن السائر إلى الله، مريد القرب من الله، يبدأ يدخل عليه بمدخل اسمه التسويف. لا لا، أنت الآن بكرة بتروح عند المجموعة الفلانية، وعد عندك في الجامعة مشكلة كذا، وأصحابك وعدتهم كذا، طب خلص بعد يكون عمرك كذا نبدأ، نخلص المشروع الفلاني وخلاص بعدها صافية لبن، نتعامل مع الله بالإخلاص. قل لا، تدري أنك تعيش، تضمن أن تعيش إلى ذلك الوقت، الآن بادر. طيب أنا لا يزال عندي ضعف، لو عزمت ربما لا أنفذ بالكامل، نفذ بالناقص لا تنفذ بالكامل. رحم الله سليمان، ربيع بن سليمان كان يقول رحمه الله تعالى: سيروا إلى الله عرجا ومكاثير، ولا تنتظروا الصحة فإن انتظار الصحة بطالة. سيروا إلى الله عرجا ومكاثير، يعني سير الأعرج. ما معنى الأعرج؟ بدأت تصلي لكن لا تزال صلاتك ليس فيها حضور، بدأت تقرأ القرآن لكن قراءتك مكسرة ما تحسن القراءة، واصل اقرأ واحرص على أن تجد من يعلمك كيف تقرأ. بدأت ترتب حياتك على أساس الوجهة إلى الله لكن أحيانا تغلب عليك نفسك، واصل، سر إلى الله عز وجل ولا تتأخر، لا تنتظر أن تأتي الفرصة لتقبل على الله. حصل في قلبك رغبة في الإقبال على الله، أقبل على الله مباشرة. لهذا في المجلس الذي عقدناه في هذه الساعة المطلوب أن نخرج وإياكم من ساعتنا هذه بابتهال وتوجه إلى الله، فإن يبعث في قلوبنا هذا الباعث. فإذا شعرت بعد هذا المجلس أن الباعث، أن الهمة للسير إلى الله بدأت تتحرك في قلبك، احرص على أن تشهد منة الله: أعطيتني هذا الباعث وأنا لا أستحق، لو عملتني بذنوبي لما بعثت في قلبي هذه الهمة، لما حركتني. عزمت على أن أقوي هذا الباعث، سأرتب لنفسي وردا من الذكر، سبحان الله وبحمده 100 مرة من هذه الليلة نواظب عليها. في الحديث عن في صحيح البخاري: من قال 100 مرة كل يوم سبحان الله وبحمده غفر الله ذنوبه ولو كانت كمثل زبد البحر. سنخرج من المجلس هذا كل يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده، ذكر حتى يقوى الباعث، نتفكر فيما يقوي عندنا هذا الباعث، نجالس الصالحين، نحرص عن الإعراض عن مجالس السوء وعن وسوسة الشياطين، نتوجه إلى الله عز وجل. ويكون الحديث إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم عن أول خطوة بعد أن يحصل في قلوبنا هذا الباعث. تتذكرون هذه الخطوة تحدثنا عنها في المجلس الماضي، وهي التوبة، تصحيح التوبة، ننظف الصفحة حتى نعامل الله بطهارة، وهو حديث المجلس القادم. لكن بعد أن تتحرك في قلوبنا همة الإقبال على الله، رزقنا الله وإياكم همة الإقبال عليه. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم بعث في قلوبنا أنوار الإقبال عليك. اللهم حرك فينا همة الإقبال عليك. اللهم إن نفوسنا تحدثنا في هذه الساعة أن نقبل عليك، وإن الأمارية بالسوء في أنفسنا تتوعدنا في هذه الساعة بأن إقبالنا لن يصح. اللهم إن خواطر الإقبال عليك تتحرك في قلوبنا، وإن عزما على التوبة تبرز أنواره الآن في قلوبنا، وإن شياطيننا يتوعدوننا بأن لن نثبت على هذه التوبة. فنسألك اللهم أن تنقلنا إلى وعدك من وعد إبليس وجنوده، ونسألك اللهم أن تحرك في قلوبنا أنوار الإقبال عليك حتى نصدق في تصديق وعدك ونثبت على صدق المعاملة لك. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لا تحرمنا ونحن ندعوك، ولا تردنا ونحن نسألك ونرجوك. إلهنا وسيدنا، ما أطلقت اللسان العاصية في طلب همة الإقبال عليك إلا وقد سبقت سابقة السعادة منك.
اللهم فأقبل بقلوبنا عليك، وأنهض هممنا في حسن معاملتك، واجعلنا من المحبوبين الراشدين يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.